لو الحكاية فيها إن فيجو هو البروتوكول بتاع تركيا كان تم توقيعه ولم يفعل. فلما حصلت الظروف السياسية دي لقينا من المواقع ان احنا ما نفعلوش في الوقت الحالي. مش معقول هروح اقدم خدمة الدولة بتشتغلني. ده بعكس البروتوكول بتاع قطر. البروتوكول قطر مفعل متوقع ومفعل وفي طلبة احنا ملتزمين بيهم لغاية لما تفرجوا يعني. هل ممكن نتجه لأثيوبيا تدعيم مرضى العراق؟ احنا دلوقتي في أثيوبيا مجلس الجامعة اللي فات وافق على افتتاح فرع لجامعة عين شمس في أديس أبابا. ودلوقتي الكرة في ملعب الحكومة الأثيوبية في تخصيص الأرض عشان نشرع في التنفيذ إن شاء الله. هل الجامعة في حاجات تانية فروع للجامعة؟ احنا دلوقتي عندنا فرع في دبي في المراحل النهائية وفرع في أديس أبابا في مراحل ابتدائية.